الو، ايه، انا معطيتكم النسب، ليش ما التزمتوا بالنسب مالتي؟ اخي هاي حياة ناس، احنا لازم نبني بشكل قوي. لا، الخبطة كلها تنشمر وتسوون خبطة جديدة، وبالنسب اللي اعطيتكم اياها. يا الله، هذه أمانة، اللهم صل على حياة محمد. العالم مو لعبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا رايح أصلي، الله يتقبل. أنا عندي هذا التصميم بس أكمله وأجي أصلي وراك. بس هذا وقت الصلاة يا أخي، العمل هو هم عبادة، خلي أكمل شغلي. أنت مهندس وتعرف أهمية تقوية الأساسات، مثل ما تبني للدنيا لازم تبني للآخرة. شنو أبني؟ التزاماتنا وتعاملاتنا وعباداتنا بالدنيا هي الأساسات اللي تكون عندنا بالآخرة. أنت شنو تريد؟ أساساتك تكون هشة لو متينة؟ طبعا أريدها متينة. الآن لازم تضبط النسب بالخبطة. شلون؟ الصلاة بأوقاتها، حسن التعامل مع الناس، الأمانة، صلة الرحم، كل هاي أمور تقوي أساسات الآخرة. كلامك صحيح، أنا دائما آخر صلاتي من ورا شغل اللي ما يخلص. يلا خلي أجي وياك نصلي. بارك الله بيك والله يوفقك. يلا.